عم يصير عجقة بالفرن. مسكين عمو سامي عم يركض وما عم يلحق. عم يصير عجقة بالفرن. مسكين عمو سامي عم يركض وما عم يلحق. يلا بس هيك أحسن. مهند عطول مشغول بالفرن. امبارح بالليل شو حكيتوا مع بعضكم؟ ولا شي عن الشغل وبس. أنا كتير بغار من لقائكم. يا ريت في عندي حدا أوثق فيه وأقدر أحكي معه. أصلاً أنت بتعرفه لمهم ما بيحب الحكي كتير ويادو بيجاوبني من راس لنخير. بس الصراحة بيضل أحسن بكتير من أمه. هديك حتى ما عم تتنازل ترد علي. إذا بحكي لك شو عم تساوي معي بضل بكرة وما بخلص من كل فصولة. إيه لكن لا تحكي لي. شفت؟ ما حدا منكم حابب يسمعني. ما ضل عندي ولا صديقة. أنت وجميلة ومهند عاملين شلة لحالكم. ما حدا فيكن عم يتقبلني لو شو ما عملت. بس بتهون تاركي هالشي للزمن. مع مرور الوقت رح تعرفوني وتحبوني أكيد. أما هند خانو فمستحيل تتحسن. دايما بتحرض مهند علي وبتزعجه. بتقلي بكرة مهند رح يقلعك من البيت. عملت لي توتر. عطول موجهة كل أسلحتها ضدي وكأني بمعركة. والله رح صف ونزل آخرية بتكسي. ما في داعي. لا تعذب حالك. أنا بنزل وباخذ تاكسي. ما بصير بيزعل عمو سامي مني بعدين. هيدا خليك. يسلم على التوصيل. واجبنا. هاتي لشوف. احكيلي شو صار. زينب سافرت على انطاليا كمان؟ رقم غرفتكم هو 6622 و6623. تفضلي زينب خانو. خليني ساعدك فيه. لا ما في داعي أنا بحمله. إذا بتحبي نحن منطلعهم. لا ما في داعي يسلم. لو سمحت استعجل شوي. تفضل. يسلموا. تليفون بانا خانم تفضلي. بدي احكي معها اذا بتريدي. هي بالاجتماع حاليا. بتحبي خبرها شيء؟ لما تخلص اجتماع خليها تحكي معي فورا. تكرم يا خانم. اول ما تخلص الاجتماع بخليها تحكي معي. لو سمحتي الموضوع مهم. شكرا لك. طبعا المعلم عطول مسكر تليفونه. ألو مؤيد، بس تفتح تليفونك اتصل فيني وبطل لي عادة تسكير الموبايل بقى. استغفر الله العظيم. روي روي خليكي هادية مشان يفتح. شوفي شلون.
بتحط الكرت شوي شوي لتسمعي صوت التك. شفتي كيف هلا بيفتح؟ روق روق مهند، خليك هادي ليفتح. في مشكلة بالباب. معقول يكون عاطينا كرت معطل؟ العمى. هلا بدي رد انزل. تعال تعال، رقم 6623 الي، خربطوا لنا بالكروت. شو؟ القصة انه عاطينك كرتي وعاطيني كرتك، عرفت كيف؟